يا صباح الفل يا صباح الفل يا صباح الفل، هكلم حضراتكم النهارده على موضوع العقوق، ولكن عقوق الآباء للأبناء. أول بس إحنا ما بنسمع كلمة عقوق ما بيجيش في دماغنا غير حاجة واحدة بس، ألا وهي عقوق الأبناء للآباء. لكن هناك الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك نوعا آخر من العقوق في العلاقة بين الآباء والأبناء، ألا وهو عقوق الآباء للأبناء. إيه ده؟ أبهات عاقين لأولادهم؟ أيوة، الدين بتاعنا الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها هو اللي قال كده. بس إحنا دايما بنتجاهل هذا الأمر المهم العظيم الخطير، وبنوصف دايما كلمة العقوق أنها تخص فقط الأبناء تجاه أبهاتهم. ده مش بس كده، ده إذا كان واجب الولد، وأنا يا جماعة لما بقول الولد بيبقى قصدي يعني كل مولود ولد، يعني قصدي على الولد والبنت، ولما بقول الاباء بيبقى قصدي على الاباء والامهات مع بعض، لان في ناس بياخدوا كلامي حرفيا على ان الولد معناها الابن وليس البنت، وبياخدوا كلامي على ان الاباء بتبقى على الاباء فقط دون الامهات، لكن انا بيبقى انا اقصد الاثنين يعني. فاذا كان واجب الولد في رعايه والديه والبر بيهم بيبدا من اول ما بيبدا يبلغ سن البلوغ، لكن بر الأبهات بأبنائهم بيبدأ من قبل كده بكتير قوي، من قبل حتى ما الولد يتولد، من أول حسن اختيار الأم، الأم اللي فيها مؤهلات الزوجة الصالحة التي تحسن تربية أبنائها، الأم التي ينطبق عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعد أن يحسن اختيار الأم، عندما يكون الابن جنين في بطن أمه برضه له حق على أبوه. ازاي؟ ان هو يحافظ عليه لغايه لما يتولد ولاده سليمه معافى باذن الله. مش زي احنا بنشوف بعض الاباط في الزمن ده بيتخانقوا مع زوجاتهم لما يحملوا، بيوصل الامر انه احيانا بيقول لها اجهضي نفسك بحجه انه مش هيقدر يصرف على الاولاد في ظل الظروف الصعبه اللي هو بيعيشها، وده ضد صحيح الدين الذي قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. وبعدين بعد ما بيتولدوا على طول للأبناء على الآباء حق آخر في اختيار اسم حلو يليق بيهم، اسم كده يتشرفوا وسط أصحابهم وفي وسط الناس لما يكبروا. لكن يعني أنا والله العظيم يا جماعة، أنا جالي مريض عيل صغير كده، عارفين اسمه إيه؟ أجي ولا اسمه مناخير؟ والله العظيم، والله اسمه مناخير. يعني تخيل إن أنت ابنك اللي أنت مستنيه من حياة الدنيا كلها تسميه مناخير، يعني ذنبه ايه الولد الصغير ده يتسمى مناخير؟ وبنت جغنتوته اموري خالص جغنتوته كده اسمها ايه؟ مسمينها ايه؟ قمامه. والله العظيم اسمها قمامه. يعني تخيل البنت دي لما تكبر بس هيكون شكلها ايه في وسط اصحابها لما تعرف ان اسمها معناها كده. في بعض الثقافات في بعض الاهل بيسموا ابنائهم الاسماء الغريبه ديت علشان بس يقولك ايه؟ عشان منعا للحسد. لكن في بعض الأبهات بينتقموا من أولادهم في أسمائهم، بيكون الأب نفسه متسمي اسم منيل بستين نيلة من أبوه فبيطلع همه في ابنه. يعني مثلا أب كان اسمه زعلان، والله مسمي ابنه إيه؟ مهاوش. مهاوش يعني بيتخانق يعني، فمهاوش زعلان ماشي أوكي. لكن أنا جالي واحد والله اسمه مفرح، شوف الاسم حلو إزاي، مفرح يعني اسم سعيد كده، سمى بنته إيه؟ إتي الجوانتوتا برضه اللي جاي معاها، مرعبة والله العظيم، مسماها مرعبة، مرعبة مفرح. ياخد بنت مفرح سماها مفرحه، مفرحه مفرح. يعني انت لو اسمك مرعب يبقى مرعبه مرعب ماشي، لكن انت اسمك حلو تسمي بنتك مرعبه ليه؟ ده يا جماعه حرام شرعا ولا يجوز ابدا. جاء رجل الى سيدنا عمر بن الخطاب يشكو ان ابنه عاق به ولا يبره. سيدنا عمر، وما ادراكم ما سيدنا عمر، بعت بسرعه عجب الولد وقال له: كلام ابوك ده صحيح؟ الولد قال له: صحيح يا امير المؤمنين. فرفع عليه عمر العصاه يريد ان يضربه، لولا ان الولد قال له: اسمع مني اولا يا امير المؤمنين. قال له: ماذا عندك؟ قال الولد: اليس للولد حقا على ابيه كما ان للاب حقا على ولده؟ قال عمر: بلى. قال الولد: وما هي تلك الحقوق؟ قال عمر: حق الولد على ابيه ان يحسن اختيار امه، وان يحسن اختيار اسمه، وان ينشئه تنشئه دينيه سليمه. قال الولد: والله العظيم ما عمل اي حاجه من دول، والله يا امير المؤمنين ان والدي ما فعل شيئا من هذا ابدا، اما امي فهي امه خرقاء عبده اشتراها من سوق العبيد بدرهمين، ثم بات معها ليله فحملت بي، فلما ولدت كره ولادتي وسماني جعلا. عارفين جعلا يعني ايه يا جماعه؟ عارفين جعلا يعني ايه؟ يعني خنفسه.
مسمي ابنه خنفسة، ثم سماني جعلا، ثم بعد ذلك لم يحفظني من القرآن ولو آية واحدة. سيدنا عمر بعد ما كان ماسك العصاية عشان يضرب الولد ضرب أبوه، قال أبوه إيه؟ قال له والله لقد سبقت ولدك إلى العقوق. من حقوق الأبناء على أبهاتهم إن هم ينفقوا عليهم، يأمنوا احتياجاتهم من أكل ومن شرب ومن ملابس ومن سكن على قد ما يقدروا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من حقوق الأبناء على أبهاتهم إن هم يعدلوا بينهم وبين إخواتهم وبينهم وبين إخواتهم اللي مش شقق، لأن إحنا الحقيقة بنشوف أبهات كتير ظلمة الحقيقة، يعني ما بيتجوز جوازة تانية بيهتم بأولاده من زوجته التانية أضعاف اهتمامه بأولاده من زوجته الأولى. شفنا ده كتير، وهذا حرام شرعا ولا يجوز أبدا. من حقوق الأبناء على أبهاتهم إن هم يعدلوا بينهم في مصاريف التعليم ومصاريف الزواج وخلافه. مش يعمل فرح الواد ده في فندق 5 نجوم والتاني يعمله فرح في كازا نشطبي ولا تروبيكو. مش يعلم الواد ده في أحسن بلاد العالم وأغلى بلاد العالم والتاني يسيبه في أي جامعة محلية إقليمية. تعدل بينهم حتى في البوسة والحضن، اللي تبوسه لده يبقى التاني لازم تديله نفس البوسة ونفس الحضن، لا زيادة ولا أقل. إذا جبت لده هدية يبقى لازم تجيب للتاني زيها بالظبط. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم. يا جماعة ده في والله العظيم في بعض الآباء بيستكبروا ان هم يبوسوا أولادهم أو يحضنوهم من قبيل ان هم ايه عايزين يربوا الولد كده عشان يطلع راجل من صغره، مش يتباس ويتحضن والكلام الفاضي ده. ده انا والله العظيم انا ابني أطول مني دلوقتي انا بشفطه شفط من خدوده. أغدق على ابنك بالحنان والعطف يغدق عليك أضعافه عندما يتقدم بك العمر ويصبح لا حول لك ولا قوة. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له أحد الأعراب إن هو عنده 10 من الأبناء ما قبل أحدا منهم قط، الرسول قال له إيه؟ قال له من لا يرحم لا يرحم. في بعض الأبهات بياخدوا مرتبات بناتهم، آه والله. وفي بعض الأبهات يا جماعة بيساوموا أي حد متقدم عشان يتجوز من بنتهم على إنه ياخد نسبة من مرتبها قبل ما يوافق على جوازها منه. وفي بعض الأبهات والله العظيم بيرفضوا إن بناتهم أساساً يتجوزوا خالص عشان تفضل مرتبات البنات ياخدوها على طول. في أبهات يا جماعة بيحرموا بناتهم من الميراث أو بيخصصوا جزء من الميراث لولد دون آخر، ده حرام شرعاً ولا يجوز. من حقوق الأبناء على أبهاتهم إن هم يحسنوا صحبتهم، يحسنوا توجيههم، بعيد إن هم يغدقوا عليهم من الأموال عشان يربوهم. التربية الصحيحة السليمة مش انك توفر لاولادك فلوس وخلاص، مش انك تتغرب في بلاد الله سايب اولادك لوحدهم في بلد تاني خالص ما هم لاقيين سند يسندوا عليه، ولا لاقيين اللي يفضفضوا له، ولا لاقيين اللي يحل لهم مشاكلهم اول باول، ولا لاقيين الحيطه الكبيره اللي بتمنعهم من الوقوع في المعاصي او الوقوع مع اصحاب السوء. التربيه الصحيحه انك تكون في وسطهم، تكون صاحبهم، تكون قريب منهم، تسمع لهم، تقويهم، يقووك. مش لازم يعني تاكلهم كباب وكفته بسفرك بعيد عنهم، فول وفلافل وانت في وسطهم قسما بالله لا يقدروا بثمن، هي اشياء لا تشترى. ضعوا نصب اعينكم قول الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من حقوق الابناء على ابهاتهم ان ابهاتهم يكونوا القدوه الحقيقيه لهم، ما يكذبش قدام ابنه، ما يجيش واحد ويسال عليك وتقول لابنك ايه يقول له ان بابا مش موجود. الرجاله اللي الفاظها منحطه وبذيئه امسك لسانك على الأقل قدام ولادك. لو انت تربيت بصورة مش مظبوطة مش لازم توصل نفس الصورة اللي انت تربيت بها لولادك، انت كده بتضيعهم اقسم بالله حرفيا. ما تخليهمش صورة طبق الاصل منك، ما تتخانقش انت ومراتك قدام اولادك، خليك المثل الاعلى دايما قدامهم على قد ما تقدر. من حقوق الابناء على ابهاتهم الا يستبد الاباء بارائهم، خاصة إذا كان ده يتعلق بمستقبل الأولاد سواء دراسيا زي مثلا أن أنت تجبر ابنك أو بنتك على كلية معينة أو دراسة معينة أو تخصص معين قد لا تتناسب إمكانياتهم مع اختيارك أنت. مش لازم يكونوا زيك، مش عشان أنت دكتور يبقى أنت عايز ابنك يكون دكتور زيك. بعض الآباء للأسف بيعتقدوا أن اللي هم تربوا عليه يبقى لازم يطبقوه على أولادهم حرفيا، ونسيوا أن الزمن غير الزمن والظروف غير الظروف والقيم غير القيم والمفاهيم غير المفاهيم، فبيطلع نوع من أنواع الصراع بين الابن
اللي عايز يكون شخصية مستقلة، وبين الأب صاحب الشخصية المتسلطة اللي عايز يفرض اختياراته على ابنه. بس بلاش تستبد في رأيك انك تفرض على ابنك جوازة معينة او على بنتك عريس معين وتهددهم بقى ان هم لو رفضوا هتحرمهم بقى من زيارتك ليهم، او لو ما يسمعوش كلامك هتحرمهم من المراس او شيء من هذا القبيل. بدون شك ولا يخفى على احد ابدا وجوب طاعة الوالدين، ده كلام لا نقاش فيه. طاعة الوالدين من طاعة الله عز وجل، وعقوق الوالدين وعصيانهم هو كبيرة من الكبائر تأتي مباشرة بعد الشرك بالله، كما قال رسولنا الكريم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. لكن يا جماعة، كما أن للآباء على الأبناء حق الطاعة في غير معصية الخالق عز وجل، فإن للأبناء على الآباء كثيرا من الحقوق إذا أخلوا بها كانوا عاقين لهم أيضا. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعن ولده على بره. فالمطلوب من الأب إعانة ابنه على بره، وإلا فإنه سيحاسب على عقوقه لابنه كما سيحاسب ابنه على عقوقه. لكن هناك فرق بين أن أنت تخلي ابنك يبرك بحب وأنه هو يبرك كمجرد أداء واجب. يلا خلاص، هشوفكم بقى إن شاء الله في الأسبوع الجاي.